الأصالة عن خفوقي واحترامه، بالنيابة عن قلوب أهل الكرامة، بالأصالة عن خفوقي واحترامه، بالنيابة عن قلوب أهل الكرامة. يا إمارة الغلا جيتك وبيدي، يا إمارة الغلا جيتك وبيدي، لك قصيدة شعبي يهدي لك سلامة، لك قصيدة شعبي يهدي لك سلامة.
مسج تنزيلات تصل حتى 50% لدى المتحدث. الرابعة والناس يأتيكم برعاية رويال للمفروشات، قيمة مذهلة كل يوم. مبردات بورتاكول الأمريكية المتنقلة، راحة يعتمد عليها. عالم فيراري أبوظبي، إن كنت تحلم بها يمكنك اليوم أن تقودها. مركز الإمارات للصرافة UAE Exchange. مستشفى أوريانا بالشارقة، رعاية صحية متكاملة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. احييكم راديو تلفزيون الامارات العربيه المتحده من عجمان، ويسعدني ان التقي بكم لهذا اليوم الثلاثاء 22 من شعبان لعام 1436 هجريه، الموافق 9 من يونيو لعام 2015 والرابع والناس. ومن الان وحتى الساعه 1 بعد الظهر ان شاء الله نتواصل معكم من خلال هذا البرنامج، ورقم هاتفنا هو 600551610، او من خلال رسائل النصيه القصيره على 7009. ونرحب بكل مشاركاتكم، ويا هلا وسهلا فيكم. اني اخوكم علي عبد العزيز احييكم. ومن هو موجود هناك؟ هاجر عبد الرحمن، قبل نشوفهم الحين ما نشوف حد. هاجر عبد الرحمن ايضا صباح عليكم بالخير، ونتمنى لكم ان شاء الله قضاء اوقات سعيده وممتعه ان شاء الله من خلال ما يقدم من هذا البرنامج. نتواصل مع اخبارنا المحليه، حيث وجه سيدي صاحب سمو الشيخ، او اكد عفوا سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظ الله ورعاه رغبة الإمارات في تعزيز العلاقات مع بولندا الشريك الأوروبي المهم. وقال سموه خلال جلسة مباحثات بوارسو أمس مع فخامة برونسيلاف كومروفسكي رئيس بولندا فور وصول سموه في زيارة رسمية إلى بولندا، أن المبادئ الأساسية لسياسة الإمارات الخارجية مبنية على إقامة علاقات صداقة وتعاون مع جميع الدول على أساس الاحترام المتبادل والمنافع المشتركة وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة والعالم من خلال حل الخلافات بين الدول بالطرق السلمية والحوار البناء بعيدا عن النزاعات المسلحة والعنف. وقال سموه أن سياسة الإمارات على المستوى الداخلي تقوم على التنمية الشاملة وتوفير الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي لكافة أفراد وشرائح المجتمع. وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ورئيس البولندي مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات مذكرة التفاهم بين البلدين. أيضا وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو مجلس الأعلى الاتحاد حاكم إمارة رأس الخيمة حفظ الله ورعاه بزيادة رواتب العاملين على الملاك المحلي في شرطة رأس الخيمة من المواطنين وغير المواطنين بما يتناسب مع الكادر الاتحادي للشرطة، امتدادا لمبادرات سموه المتتالية الهادفة لتوفير الحياة الكريمة للكادر الشرطي. وأشار سعادة اللواء علي بن عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة إلى أن هذه المبادرة من شأنها تشجيع وتحفيز جميع العاملين في الشرطة لتقديم مزيد من الجهد من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار. أيضا أرجأت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا أمس برئاسة المستشار فلاح الهاجري نظر 4 قضايا تتعلق بالإساءة لرموز الدولة وإهانة قضاء الإمارات والانضمام لتنظيم إرهابي والقضية المعروفة بشبح الريم، والتي كان من المقرر أن يقدم فيها محامي المتهم ومرافعته، على أنه فاجأ المحكمة بطلب إرجاء المرافعة وعرض مؤكلته مجددا على المستشفى نفسي مختص في دبي للتأكد من سلامة حالته العقلية. وقررت المحكمة إمهاله لجلسة الأسبوع المقبل في 15 من الشهر الجاري لتقديم مرافعته. ضع
ضبطت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي نحو 20,000 مركبة أثناء السير على الطرق الداخلية والخارجية خلال 5 شهور الماضية لعدم تجديد ترخيصها، ما يشكل خطورة بالغة في تسببها بالحوادث المرورية إن لم يتم فحصها وتجديد ترخيصها وفقا للوصول الفنية والإجرائية المتبعة. وأكد المقدم محمد بن سالم الشحير رئيس قسم الضبط المروري في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي تشديد الرقابة على المرورية بمختلف الطرق لضبط قائدي المركبات الذين يقودوا مركباتهم بعد انتهاء ترخيصها نسبة لما تسببه تلك المركبات من خطورة بالغة على مستخدمي الطريق لعدم خضوعها للفحص الفني الشامل الذي يكشف العيوب الفنية فيها ومدى صلاحيتها للسير على الطرق، وهي مخالفة نص عليها القانون بالعقوبة 400 درهم، كما تصل عقوبة قيادة مركبة غير مرخصة من سلطة الترخيص للحج 7 أيام والغرامة 200. وشدد على ضرورة التزام قائدي المركبات بحسب قانون السير والمرور بتجديد ترخيصها في موعدها حتى لا يقع تحت طائلة قانون السير والمرور الذي يسمح بمهلة شهر بعد انتهاء ترخيص المركبة، ما يتيح للسائق ترخيصها والتأكد من سلامتها للسير ولا تمثل خطرا على السائق وغيره من مستخدمي الطرق. وهذا الآن ما نشهده نحن من حرائق سيارات ووقوف سيارات مفاجئة وتعطيل حركة السير في الطرقات، هذه كلها من جراء عدم تجديد ترخيص السيارات. أيضا رافقت الخليج مفتشي بلدية مدينة الشارجة في حملتها المفاجئة لضبط الشوارع الرئيسية والمناطق الصناعية من ظاهرة الوقوف الخاطئ للدراجات الهوائية وربطها بالحواجز العديدة على الطرق الرئيسية للإمارة. وأسفرت الحملة التي استمرت أكثر من 3 ساعات عن ضبط 362 دراجة هوائية خالف قائدوها قواعد الطرق من خلال اصطفاف دراجاتهم على الشوارع الرئيسية وحواجز الطرق ومواقف سيارات. تأتي الحملة انعكاسا للجهود البلدية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدة الإمارة قبل بداية شهر رمضان وإزالة أشكال المشوهات للمنظر العام كافة، إضافة إلى الحرص على صحة وسلامة أفراد المجتمع من خلال توفير أعلى المعايير البيئية والصحية الخاصة بتداول البضائع وحماية المستهلكين من أخطار المواد التي يتم تسويقها عبر الباعة الجائلين والأسواق الطارئة غير النظامية وغير المرخصة حسب الأصول المتبعة ومن الجهات المختصة. أعلنت القيادة العامة شرطة الشارجة عن تدشين الرقم 901 للدعم والاستفسارات واستقبال بلاغات غير الطارئة بهدف تخفيف الضغط على رقم 999. وأعلن ذلك المقدم جاسم بن هدم من القيادة العامة شرطة الشارقة في مداخلة هاتفية مع برنامج الخط المباشر الذي يبث عبر إذاعة الشارقة مع الإعلامي أحمد سلطان، قائلا سيتم تدشين الرقم 901 اليوم الثلاثاء 9 يونيو حزيران لاستقبال البلاغات غير الطارئة. وبالفعل هذا بيكون أيضا مثل ما قالوا يخف الضغط على 999، لأن الآن أي واحد عنده أي موضوع يتصل على 999. وعلى غرار أيضا ما قامت به في السابق القيادة العامة لشرطة دبي جزاهم الله خير بأيضا تدشين الرقم له 901 للبلاغات الغير الطارئة، وبالفعل وأصبح هذا البرنامج فاعل عندهم في القيادة العامة لشرطة دبي. والآن شرطة شارجة حذو شرطة دبي أو القيادة العامة لشرطة دبي في هذا الموضوع جزاهم الله خير، ونأمل حتى أيضا في القيادات الشرطية الأخرى في الإمارات في قيادات الشرطة في الإمارات أيضا يحذون حذوهم أساس أنه يخف الضغط على 99، وقاعد تتصل على 999 ما يردون عليك، ليش؟ لأن في ضغط وايد. فإن شاء الله دائما يسعون لما فيه صالح العام جزاهم الله خير والشيء اللي يريحنا. أيضا كشف فريق هندسي مختص من دائرة بلدية راس الخيمة عن افتقار مبنى كامل ملحق بمبنى آخر أكبر حجما بالعناصر الإنشائية التي تشمل الحديد وسواه من العناصر الإنشائية، ما أدى إلى انفصال المبنى الأصغر حجما عن نظيره. وأكد منذر بن شكر زعابي مدير عام دائرة بلدية راس الخيمة أن البلدية قررت إزالة المبنى وستحيل قرار الإزالة إلى الجهة المختصة بتنفيذ القرار وهي دائرة الأشغال والخدمات العامة في راس الخيمة. وكلفت البلدية الفريق المكون من مهندسين إنشائيين بدراسة حالة المبنى الفنية والإنشائية الميدانية من خلال زيارة ميدانية للبناء أثر شكوى نقلتها الخليج إلى الدائرة، تقدم بها الأهالي والتجار العاملين في الموقع من وجود المبنى القديم الآي للسقوط وتهديد للسلامة العامة في ظل احتمالات سقوطه نظرا لوجود شرخ واضح وتصدعات في المبنى والكتلة الخرسانية له. لا مسوي له بعد راسم عليه كذا رسم ديكور حلو مسوي له مثل البيوت في الدول الغربية، اي بس عاد بالطراز المحلي تمسوي له حجر وكذي وهذا بس بالرسم كله ومن هناك من فوق الله الله من تحت علم الله مثل ما يقولون ومن هناك بالفعل. عبر مثل الوقفات الحدودي 1,381,135 مسافر
في الاتجاهين منذ بداية العام الحالي 2015 حتى نهاية شهر مايو أيار الماضي بحسب الرائد راشد بن حمدان النقبي رئيس قسم شرطة أمن منفذ الغويفات بإدارة أمن المنافذ والمطارات شرطة أبوظبي. وأكد النقبي للخليج جاهزية طواقم المنفذ وكوادره لاستقبال المسافرين برا وتكثيف العمل في أوقات الذروة مع بعد وصول السياح من الدول المجاورة والدول العربية الشقيقة الأخرى. متوقع أن تزايد حركة المسافرين في الاتجاهين مع قرب الإجازات الصيفية وحلول شهر رمضان الفضيل. أيضا تشهد أسواق مدينة العين حركة تجارية نشطة من جانب المتسوقين الراغبين في شراء مستلزمات شهر رمضان المبارك من سلع ومواد استهلاكية خاصة بالشهر الفضيل، مع تزايد في الإقبال بشكل ملحوظ على مستلزمات عيد الفطر المبارك. أيضا أصدرت إدارة المباني بلدية دبي تعميم بشأن طوابق قاعدة الأبراج البوديوم في المباني متعددة الطوابق، ويأتي ذلك في إطار جهود البلدية للتطور ولتطوير وتحسين وللتحسين المستمر من خلال تطوير الأنظمة والقوانين التخطيطية والبنائية بما يحقق متطلبات المرحلة المقبلة. هني أيضا كشفت بلدية دبي عن مخالفات بالجملة في أسواق عشوائية بالمناطق الصناعية في المحيصنة والقوز، أبرزها جلب أطعمة من مكبات النفايات وبيعها للمستهلكين وإعادة تخزينها في مجرى الصرف الصحي وبيع أفلام مخلة بالآداب العامة وأخرى مقرصنة وامتهان الحلاقة بأدوات لا يتم تغييرها وبيع النسوار المحظور تداوله في الدولة. وتفصيلا قال رئيس قسم إدارة الأسواق البلدية فيصل جمعة البديوي للإمارات اليوم أن عمالا أسسوا أسواق عشوائية في تلك المناطق ويمارسون فيها أنشطة غير مشروعة أهمها جلب أغذية من مكبات النفايات في الأسواق الأخرى مثل أسواق السمك والمواشي والخضار وأخذ ما يرونه مناسبا للبيع بغض النظر عن مدى صلاحيته للاستخدام. بعدها يتخذون من الساحات الترابية في المناطق الصناعية وأمام المحال التجارية الأخرى مكانا لعرض هذه البضائع التي غالبا ما تكون فاسدة ومن دون مراعاة لدرجات الحرارة المناسبة للأغذية. وأضاف أنه ما يتبقى من البضاعة الأغذية الفاسدة ويخزنه هؤلاء العمال في مجرى صرف صحي مهجور كان يتبع المباني القديمة التي تم إزالتها بأمر من البلدية، وتم اكتشاف عدد من المخابي في مجال الصرف الصحي التي يلجؤون إليها في عملية التخزين. وأكد البديوي أنهم لا طبعا يخزنون بضائعهم في مجرى الصرف الصحي المهجور فقط، بل أنهم يستغلون مكب النفايات الكبير في المنطقة لتخزين بضاعتهم تحت أكوام القمامة. أيضا أبلغ المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد الإسكان سامي بن قرقاش الإمارات اليوم أن المؤسسة تدرس مقترحات تقدمها مستفيدون للمؤسسة بتقليل نسبة الاستقطاع الشهري للمستفيدين من 20% إلى 17%، إضافة إلى إعطاء المستفيدين مهلة 18 شهرا حد أقصى قبل البدء في استقطاع الأقساط الشهرية من تاريخ حصولهم على الموافقة، علما بأن قيمة المساعدة تبلغ 750 ألف درهم. وأكد قرقاش أن سعادة المواطن تأتي بمقدمة أولويات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأن توجيهات سموه الدائمة تقضي بتوظيف كل الأمكانات المتاحة لخدمة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، موضحا أن المؤسسة ماضية في الارتقاء بخدماتها الإسكانية ومستمرة في تقديم أفضل خدمات المواطنين لتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم. أيضا كشفت أحدث بيانات المصرف المركزي تراجع في القروض الشخصية لأغراض استهلاكية خلال الربع الأول من العام الجاري، هو الأول من نوعه منذ نحو 6 أعوام، سجلت بنهاية مارس الماضي 124 مليار درهم و 800 مليون و 127 وعفوا 125 مليار و 700 مليون درهم في نهاية عام 2014 من انخفاض قيمته 900 مليون درهم. أيضا تعهد مسؤول شركات رئيسة لتوريد الخضروات والفواكه في دبي بعدم رفض أو فرض عفوا زيادة سعرية خلال شهر رمضان المقبل في إطار التعاون مع وزارة الاقتصاد لدعم استقرار الأسعار خلال الموسم الرمضاني. وأكدوا على هامش لقاء عقدته الوزارة مع ممثلي مجموعة موردي الخضروات والفواكه بدبي أمس أنه تم الاتفاق مع الوزارة على رفع نسب الاستيراد لمختلف أصناف السلع طبعا بنسب تراوح ما بين 20 و30 قبل شهر رمضان، لافتين إلى أن واردات دبي من الخضروات تبلغ حاليا 11,000 طن يوميا. ما شاء الله 11,000 طن يوميا الواردات، اللهم أدم علينا النعم يا رب العالمين. قال لي دبي بس. أيضا أبو ظبي للتعليم المنهج يقول يستكشف الطلبة الموهوبين ويشجع على التفوق، الثانوية الجديدة تستغني عن الكتاب في بعض المواد.
أفاد مجلس أبوظبي للتعليم بأن النموذج الجديد للحلقة الثالثة الذي سيبدأ تطبيقه في أبوظبي العام المقبل سيستغني عن الكتاب المدرسي في بعض المواد، سيعتمد على مخرجات تعلم حديثة وعصرية ومتغيرة لا تحتاج إلى كتاب، مشيرا إلى أن مادتي التصميم والتكنولوجيا والابتكار وعلوم الأرض والبيئة تتطلبان استخدام الحواسب والروابط الإلكترونية والمختبرات والبيانات والعلوم التقنية التي يتم تحديثها باستمرار. أيضا أفاد رئيس النظم والضبط في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي محمد بن أحمد بن درويش بأن الهيئة تعمل حاليا على التدقيق على بيانات المدارس الخاصة في دبي والمتعلقة بعمليات التسجيل والقبول للوقوف على حجم استيعاب كل مدرسة وأعداد طلبات التسجيل التي تلقاها بهدف تقليل عمليات التسجيل وقبول الطلاب من بدء العام الدراسي المقبل. أيضا أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية بأنها تبدأ تطبيق المرحلة الثانية من مقهى المعرفة التي تشمل إدارات كافة، وذلك بهدف تبادل الأفكار وتطويرها وابتكار طرق جديدة لحل التحديات التي تواجه الوزارة. ايضا تنفذ 58 مشروعا داخل الدوله وخارجها. محمد بن راشد الخيريه تعتمد 71 مليون درهم موازنه شهر رمضان. اكد المركز الوطني للارصاد الجويه والزلازل ان المنخفض المداري الموجود على السواحل الهنديه سيبدأ تأثيره في الدولة مساء غد، وسيكون في صورة رياح نشطة على الساحل الشرقي تؤدي إلى ارتفاع موج البحر، مشيرا إلى تعمق المنخفض المداري المتعمق إلى عاصفة مدارية اسمها أشوبة، حيث تحرك باتجاه الشمال والشمال الغربي من موقعه في شرق بحر العرب خلال الساعات الستة الماضية، ويتمركز حاليا على خط عرض 17.9 شمالا وخط طول 67.2 شرقا. وقال مصدر في المركز للإمارات اليوم أن خرائط الطقس الحالية وصور الأقمار الصناعية إضافة إلى تقارير الأرصاد الصادرة من المراكز الإقليمية المختصة تشير إلى تحرك المنخفض المداري المتعمق ببطء باتجاه الشمال والشمال الغربي من موقعه عن شرق بحر العرب، لافتا إلى أنه تجري متابعة حركة المنخفض المداري لحظة بلحظة، وتحدث المعلومات وتصدر البيانات الإعلامية كل 6 ساعات وذكر المركز المنخفض المداري المتعمق يبعد حاليا عن جزيرة مصير العمانية نحو 960 كيلومتر، وتقدر سرعة الرياح السطحية حول مركزه بين 60 حتى 80 كيلومتر في الساعة، لافتا إلى أن آخر مؤشرات من خرائط الطقس الجوية المستقبلية ومن بعض النماذج العددية التي إلى استمرار طبعا المنخفض باتجاه الشمال والشمال الغربي مع تعمقه إلى عاصفة مدارية قوية خلال 36 ساعة المقبلة. وأكد المركز يتابع حالة المنخفض المداري أولا فأول، حيث من المعروف أن مثل هذه الحالات الجوية تطرأ عليها تغيرات سريعة أحيانا من جهة أخرى. أوضح المصدر أن الطقس اليوم وغدا مغبر وغائم جزئيا مع بعض المناطق خصوصا شرقا، وقد تتكون بعض السحب الركامية على الجبال ظهرا والرياح خفيفة إلى معتدلة سرعة بوجه عام، قد تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط الموج طبعا في الخليج العربي وبحر عمان، وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل وصباح الباكر. الله ان شاء الله يجلب لنا الخير. ابي هذا كله متوقع والعلم عند الله سبحانه وتعالى، هذا يتوقعون على حسب الحركه وحسب الرياح اللي جايه وحسب سرعه هذه الرياح. لا قبل، لا يتوقعون ترى قبل، يمكن راح تتغير الرياح وما يك شيء ما تدري انت، فهمت؟ هذا كله توقع بل العلم عند الله سبحانه وتعالى. ما يقول قبل هاي الرياح بينا مطر ما يجي المطر ما بعرف كيف إيه، مثلا يكون أوقات في السعودية وهذا والرياح تكون جاية صوبنا تتغير ما يجينا شيء إيه. أيضا معظمهم سبع اعتماد الأسر على الخادمات في رعاية الأبناء. أسعار دبي تسجل 191 حادثا للأطفال العام الماضي.
أيضا أصدر صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد العنيان رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 57 لسنة 2015 بتعيين وكلاء نيابة عامة بالنيابة الاتحادية وأبلغ عددهم 12 وكيل نيابة وأدى وكلاء النيابة الجدد الأمين القانوني صباح أمس أمام وزير العدل سلطان بن سعيد البادي بديوان الوزارة في أبو ظبي. أيضا تحلل المخاطر وترصد الخلل في أجهزة الإنذار والمصاعد وتحرك آليات الدفاع المدني مراقبة أنظمة السلامة في مباني دبي بلوحة ذكية. أطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي أمس لوحة ذكية تعد الأولى من نوعها في العالم تحلل وتحدث وتعرض كل البيانات والمعلومات المتعلقة بالسلامة لكل مبنى في دبي، ما يتيح لصناع القرار في الأجهزة المختصة وملاك البنايات وأشاغليها الاطلاع على مدار ساعة على جميع أنظمة السلامة في مبانيهم ومراقبة مؤشر المخاطر فيها. وقال مدير الإدارة سعادة اللواء راشد مثال المطروشي تمثل لوحة بيانات السلامة الذكية خطوة مهمة في إجراءات الأمن والحفاظ على الممتلكات والأرواح، توفر معلومات حول شاغلية المباني الحكومية أو الحيوية مثل الفنادق والمستشفيات وحالة الأنظمة الموجودة بها وتحديد الخلل حال وقوعها، فضلا عن رصد أعداد ومواقع آليات الإطفاء المدني وأفضل الطرق المناسبة للوصول إلى المواقع. الاتحادية للمواصلات والأشغال وزايد الإسكان ثلاث جهات اتحادية تحقق 100% في التحول الذكي. أيضا مختصون خصوصية البيانات يقول لك أبرز هواجس مستخدمي التطبيقات الذكية، الخدمات الحكومية الذكية تحافظ على سرية معلومات المتعاملين. نتواصل معكم مستمعينا الكرام ومشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القناعي. مسج تنزيلات تصل حتى 50% لدى المتحجبة، وانا اشتخلني طرشوا له المسج هذا. ها شو قلت؟ خصم 50% في المتحجبة؟ لا يا حروة لا، انا ما قلت شيء، انا اصلا مسكر الخدمة. مبلا سمعتك، قم يلا بسرعة ودني خلني الحق. خصم المتحجبة، تنزيلات في المتحجبة، بسرعة يا ابو عبد الله. الآن تنزيلات تصل الى 50% من المتحجبة للعبايات والشيلة. احجز غرفتك في أي من فنادق ميلينيوم وكوبثورن الشرق الأوسط واستمتع بوجبة الإفطار والغداء أو العشاء مجانا طوال فترة إقامتك. العرض حتى 15 من سبتمبر. للحجز زر millenniumhotels.ae/eat4free. تطبق الشروط. حابب تسمع أغنية؟ 107.8 راديو الرابعة، أجمل المنوعات الغنائية، أجمل المنوعات الغنائية، راديو الرابعة. لازم نعرف شو السر اللي مخبيه خالد، دايما تراه مبتسم ومرتاح، حر وبرد بالشغل وبالقهوة. يقولون انه ما يفصل كندورته الا من اغمشة تويوبو اليابانية الاصلية. لازم نعرف السر. اقمشة تويوبو لم تعد سرا، تويوبو اقمشة بيضاء بجودة لا تضاهى مع خبرة تزيد على 100 عام، فخمة ناعمة ومريحة في جميع فصول السنة، متوفرة في الامارات وجميع دول الخليج. تويوبو ideas and chemistry. مرحبا أحمد، وين ما تبين. هلا خالد، تعرف أن توني مداوم دوام جديد وبكمل دراستي ويالس أدور جامعة تكون في نص دبي وجريبة من الدوام والبيت. ليش أنت ما سمعت عن جامعة الفلاح؟ جامعة الفلاح؟ نعم، جامعة الفلاح جامعة جديدة وموقعها في القرهود بنص دبي، وتطرح برامج جديدة في الإدارة والقانون والاتصال الجماهيري، وبعد عندهم ماجستير إدارة أعمال وبرامجها معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. زين يا خالد، الحقني بأرقامهم. لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال على الرقم 04-233-8000. جامعة الفلاح، بالمعرفة نصنع الفرق. الرابعة والناس يأتيكم برعاية رويال للمفروشات، قيمة مذهلة كل يوم. مبردات بورتاكول الأمريكية المتنقلة، راحة يعتمد عليها. عالم فيراري أبوظبي، إن كنت تحلم بها يمكنك اليوم أن تقودها. مركز الإمارات للصرافة UAE Exchange. مستشفى أوريانا بالشارقة، رعاية صحية متكاملة.
نحييكم مجددا مستمعينا الكرام مشاهدينا الكرام، ونتواصل معكم من خلال راديو رابع الموجة 107.8 من الإمارات العربية المتحدة من عجمان، ونتواصل مع المزيد من أخبارنا المحلية. هني وفرت 39,000 وظيفة، 39,500 وظيفة، وتوقعات بنمو الأنشطة التشغيلية 20% خلال 2015، 14 مليار درهم مساهمة مواني أبوظبي في الناتج المحلي للإمارة خلال 2014. محمد بن جمعة شامسي يقول إجمالي حجم الاستثمارات المباشرة في كيزاد يبلغ حاليا أكثر من 11 مليار دولار. الله يجزيهم بالخير إن شاء الله يا رب العالمين. طبعا الكابتن محمد بن جمعة شامسي الرئيس التنفيذي لمواني أبوظبي. أفادت شركة فلاي دبي للطيران الاقتصادي بأنها تستهدف افتتاح 40 محطة جديدة ضمن شبكة خدماتها حتى 2020، مع نمو عدد الطائرات في أسطولها إلى 80 طائرة. متوقع أن تتسلم 40 طائرة بحلول العام 2020 من طراز 737 ماكس الجديدة، الذي يتيح لها الوصول إلى محطات تزيد على 6.5 ساعات انطلاقا من دبي. وكشفت خلال رحلة ميدانية إلى مصنع بوينغ في مدينة سيات الأمريكية أنها ستبدأ اعتبارا من عام 2016 تسلم طلبياتها البالغة 11 طائرة من الطراز نفسه. بدورها أكدت شركة بوينغ أنها ستساند سياسة الأجواء المفتوحة أو الأجواء المفتوحة في قطاع النقل الجوي، مشيرا إلى مفاوضاتها مع طيران الإمارات بخصوص طلبية شراء طائرات 787 دريم لاينر، وصلت إلى مراحل طبعا متقدمة. وذكر غيل أن الناقلة شهدت خلال الربع الأول من العام الجاري طلبا كبيرا من مختلف أسواقها. أنه صار فيه شوي بعد ما شركة الطيران الأمريكية اشتكت وقالت والله متضررة من شركات طيران الخليج اللي هي طيران الإمارات والاتحاد والقطرية، فالجماعة هني بعد ما سكتوا وجزاهم الله خير. وأحمد بن سعيد هايش المرة يعني رد عليهم رد مهذب وجميل وعقلاني، فأشوفهم شوي ها يوم جاهم الجواب أشوفهم شوي يعني خفوا من حدتهم شوي تجاه هذا الأمر. ايضا المدير الاقليمي لتسويق المنتجات بطائرات بوينغ التجاريه جورج حلبي يقول هني تطوير يسمح لفلاي دبي بالطيران من دبي الى لندن وبانكوك وجوهانسبرغ. اي يعني بيطيرون عقب هاي الوجهات كلها يعني 6.5 ساعات عادي. ايضا نشوف هارون اليوم شو راسه ما يحتاج كبر الخط هارون ما يحتاج يعني. ايضا دبي للعقارات تقدم لكم لها ما بخبرها كم تشتري الله يسلم مجموعة مميزة فرصة حصرية لتغيير أسلوب حياتك أربيلا تاون هاوس في مدن فلالا يقول لك راحات 5 غرف نوم في مدن وحدات جديدة متوفرة في دبي وورف بإطلالات فريدة على خور دبي. لحضور هذا الحدث الخاص الموافق 13 يونيو سجل على dp.ae دبي للعقارات كم بسير تشتري لك الله باسمه فنانة والله الفلان حلو شكله وايد باخذ ثنتين واحدة تجرة واحدة زين واحدة تجرة واحدة تسكنها والله زين بعد فكرة هاي هني أيضا الله يبارك في المقدمة هني يا طويل العمر بارك الله فيك هارون
يقول لك راسم كاتب ذنيني مكتب عود وايد 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 عود، هذا اللي مكتوب عليه مكتب المدير، وحذاله مكتب صغيروني وايد 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 وايد، وفي هذاك في طاولة واحدة مع المدير، وفي كراسي وايد، في طاولة وكراسي مع الضيوف، وهذا يا طويل العمر المكتب الصغير فيه كم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمان سبع موظفين ثمان موظفين داخل، ويايبنهم هذا عند الباب يقول لهم يا شباب رحبوا معاي بالموظف الجديد تفضل استلم مكتبك، وهاك يقول لك روح ما أخذ الدنيا كلها. عشان بيشتوي مديري هارون الله يخليك إذا سوى مكتب كذا، لكن الحين في الإدارة الحديثة يا طويل العمر ما المدير ما بكبر مكتبه، الحين المدراء كلهم أغلب المدراء كلهم ميدانيين، أغلب المدراء ميدانيين، اليوم بصير حتى أغلب الأماكن الحين تشوف المدير على الكاونتر، إيه ما يصير إلا إذا يعني كذا ضرورة، ولا كله تلقى على الكاونترات من عند تغيرت أو تغير أسلوب الإدارة الحالي الآن خلاص كلهم في الميدان تلقاهم. أيضا هني هذا فيلم إماراتي ينافس في وهران، ينافس الفيلم الإماراتي القصير البعد الآخر للمخرجة عائشة الزعابي في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان وهران للفيلم العربي بالجزائر الذي اختتم الجمعة المقبل. ايضا سامي الريامي بخطر مصغر الخط وايد، سامي الريامي الله يهديك يا سامي كبر الخط يا سامي بارك الله فيك، ليست مبالغه ولا هي ثقه بالنفس زائده ومن دون اي زهو او تعالي دبي او تعال دبي ستنظم اروع واجمل معرض اكسبو بشكل عام في 2020، لا يوجد لدينا ادنى شك في ذلك، وليس في ذلك اي تقليل من شان احد، لكنها حقيقه مبنيه على مؤشرات المستقبل ومدعومه بتجارب من الماضي، ليس في ذلك مبالغه بقدر ما هي ثقه مسؤوله. لم يسبق أن نظمت دبي حدثا عالميا ولم تحقق فيه الريادة والعلامة الكاملة في التنظيم، ولم تتخلى يوما عن لفت أنظار العالم، كما أنها لم تتنازل أبدا عن كلمات الإطراء والإعجاب والإشادة عقب كل حدث أو فعالية أو مؤتمر تحظى باستضافته، ولم يسبق أن استعدت دبي أو خططت استضافة حدث ما وتركت الأمر المصادفة، بل أن كل التفاصيل الدقيقة يحسب حسابها وتلافيا لأي طارئ أو خطأ. لا يمكن أن يستحيل أن تبدأ دبي العمل لاستضافة معرض أو حدث عالمي أو حتى بطولة رياضية قبل الانطلاقة بأشهر قليلة فقط، فالتخطيط والعمل يبدأ مبكرا جدا، وهذا ما لم يحدث في إكسبو ميلان حيث كانت هناك مخاوف من طبعا ألا يبدأ المعرض في وقته، والأغرب أنه رغم افتتاح المعرض رسميا ظل كثير من الأعمال غير مستكمل والعمل لا يزال جاريا لاستكماله رغم مرور الشهر الأول على انطلاق المعرض، بل إن جناح إيطاليا الدولة المنظمة للمعرض لا يزال غير مكتمل، وتم افتتاح أقسامه تدريجيا عقب افتتاح إكسبو، في حين أن العمل على تجهيز مقر إكسبو دبي 2020 انطلق فعليا بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم موقع المعرض قبل أن ينطلق إكسبو ميلان 2015. المسؤولون عن تنظيم جناح الإمارات في إكسبو ميلان والمسؤولون عن تنظيم إكسبو دبي 2020 لا يستطيعون أبدا التصريح بمثل هذه الكلمات، كما أن سفير الإمارات في إيطاليا صقر الرئيسي امتنع عن إجابة سؤال الإعلاميين حول سلبيات معرض إكسبو ميلان ومدى قدرة دبي على تجاوزها، لكننا كإعلاميين زرنا إكسبو ميلان ونعرف تماما إمكانات دولتنا وقدرتها على خوض غمار التحدي، نستطيع أن نجيب ونؤكد دون تحفظ أو دبلوماسية بأن دبي ستتفوق على ميلان وغيرها في تنظيم معرض إكسبو، وأن ما حدث أو يمكن أن يحدث من سلبيات أو تأخير أو عدم جدية أو تعقيدات وروتين وصعوبات في ميلان وغيرها لا يمكن أبدا أن يحدث في دبي، والعالم طبعا حتما سيدشن بقدرة دبي على سيندهش عفوا بقدرة دبي على منح التسهيلات والقضاء على البيروقراطية والروتين عندما يحين الوقت لتجهيز أجنحة الدول المشاركة، كما أنه سيندهش بسهولة الوصول وتوافر الإمكانات والسرعة في توفير المتطلبات وقوة ووفرة الدعم اللوجستي بالسرعة الفائقة. ميلان ليست محظوظة
أبدا لأنها نظمت المعرض قبل دبي، فالعالم سيشاهد هنا الفرق بعد 5 سنوات. ليس في ذلك زهو ولا ثقة زائدة، بل لأن أخطاء ميلان غير مقبولة ولا يمكن أن تحدث في دبي إطلاقا. ولا شك أن في المدينة التي ستنظم إكسبو 2025 هي أقل حظا من ميلان، لأن دبي اعتادة تتعب من بعدها. دبي ستنجح لأنها تهتم بالتفاصيل وتلتزم الدقة في العمل، ولأنها تعمل بروح فريق واحد متناغم يسعى لتنفيذ رؤية واضحة لا مجال للتهاون في تنفيذها. ودبي ستنجح لأن هناك قائدا لا يترك الأمور للمصادفة، يتابع ويحفز ويبذل جهدا طبعا غير مسبوق لرفعة اسم بلاده، ولا يرضى بأقل من المركز الأول. ودبي ستنجح لأنها تعرف كيف تسخر الإمكانيات وتتجاوز العقبات ولا تبقى أبدا برصد الميزانيات، فمن يريد المركز الأول عليه أن يكون جديرا بذلك في كل المستويات الإدارية والتنظيمية والمالية، وهذا مستوعبته الإمارات في كل خطواتها التنموية والتطويرية. وبالفعل طبعا مثل ما كان لي تجربة أنا في هذا المجال ويا الإخوان في إمارة دبي، يوم أول مركز، أول مهرجان للتسوق في دبي، أول مهرجان للتسوق في دبي الله يسلمكم، عطونا الإدارة هنا ارتأت أن نكون عندنا استوديو في الشارع هناك في شارع الرقة، لأن كانت هايك الأيام ما في يعني أماكن، ما في دبي داون تاون، وها بعد الأماكن هاي ما استوت ولا شارع الوصل، وهذه يعني مثل اللي موجودة الحين ما هايك الأيام بعد شوي. وشارع الرقة كان من الشوارع الحيوية والمهمة لمهرجان دبي منذ بداية انطلاقته. فسوينا يا الله يطول عماركم هناك استوديو في شارع الرقة، استوديو تابع للتلفزيون، ومثل تعرف مثل على حدث مهم دولة الإمارات في دبي وكذي، وهذا ويون زوار وحشاد زوار منذ انطلاقته، حتى عقب قامت الناس تقلد دبي، وايد دول قلدت دبي في هذا المهرجان. فأنت يوم تعامل كان المسؤول القرقاوي، محمد القرقاوي كان هو المسؤول العام عن المهرجان. فأنت يوم تتعامل وياهم الإخوان هناك مثلا، إذا جيت تبغي مثل زيادة في الكهرباء ما يعقدوا لك الأمور، وصر عند فلان وصر عند فلان وصر عند فلان، المسؤول اللي عندك هاي الساعة في الشارع من تقول لي هو يسوي لك كل شيء، ما يقول لك مثلا صر عند القرقاوي ولا صر عند فلان ولا باكر ولا بنشوف ولا بنقدم طلب. لا، شو تبى أبوي؟ قلت لا أبى كهرباء، شيخ جاب لك الورقة هاي الساعة مرة وسجل كل شيء بالباكر يا طويل العمر، الكهرباء عندك. تبغي يا طويل العمر تقول لهم يا أنا بنسوي الله باسمه، نبغي نكبر، صار قبال وايد نبغي نكبر المسرح شوية، نفس العملية هي عندك عمال قال متخلصون في الليل قال ابتدوا، ما عندهم لا باكر وسووا ورقة وما أدري شو، لا هاي الساعة يسوي لك، يأخذون التراخيص والأوراق هاي الساعة، هو يقوم بمهامة ما يقول لك ارجع والله لا أخوي بشوف القرقاوي، لين يشوف القرقاوي بالباكر ولين القرقاوي يامر ورا باكر، هني بتسوي العملية مط في مط، ما عندهم واحد سر تعال ما عندهم هاي الساعة خالي من شي يا طويل العمر يكون العمل ناجح. أنت إذا قلت أنا بشاور فلان وبشاور فلان وفلان بشاور فلان وفلان برجع لفلان لين ترجع لين آخر واحد لين تلاوامر من أول واحد والثاني والثالث ترجع لين آخر واحد، لا طالت المسألة وخلص مهرجان دبي للتسوق. أي شيء تبغي منهم في دبي هاي الساعة يسوي لك يا حرب حر، ما عندهم أي معودنا محمد براشد هي، ولولا كذي ما في نجاح، لولا كذي تمط في العملية ما بتنجح. فأي شيء تبغي هاي الساعة، تبغي حواجز في واحد مسؤول، شو تبغي هنا؟ تبغي ما الشرطة موجودين، أي شيء البلدية موجودين، ما الكهرباء موجودين، وما في عندهم هذا البيروقراطية هاي كلها ما في، وروتين ما في عندهم، كن فيكون عندهم هاي الساعة مر حارب حار.